في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع أهالي المناطق الحضرية الجديدة، أقامت الوزارة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، أقامت احتفالية بعيد الأم لأمهات أبناء المناطق الحضرية الجديدة. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب، لما بلدنا ادتنا الحب. تواصل وتفاعل دائم من وزارة الداخلية مع شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم. ففي إطار مشاركة الوزارة الاحتفال بعيد الأم، قامت بدعوة عدد من الأمهات قاطني تلك المناطق لحضور ندوة ثقافية حول الطرق الصحيحة في التربية ومعاملة الأطفال حتى يتسنى لهم بناء أجيال جديدة تتمتع بالثقافة والرؤية الوطنية. عايز أعرف إزاي أحمي ابني من إن هو يسمع أي كلام بره وإن هو يصدقه. بعلمه البحث، ما ياخدش الكلمة كده ويرددها وما ترددش معلومة ما مش متأكد من صحتها. أنتوا بتبنوا جيل جديد، جيل جديد صحيح مثقف بيفكر متربي صح، عايز يبني بلده ينتمي ليها ويقدرها ويعرف قيمة مصر. حصل تغيير بالنسبة للأولاد وبالنسبة لينا ان احنا ازاي نتعامل مع أولادنا، ودي حاجة حلوة يعني مبسوطين منها. لما الولد بيحضر نفس المبادرة ويرجع في البيت يحكيها لوالدته او لوالده، ونفس الطريقة لما بنيجي احنا نحضرها لازم نطبقها على أولادنا في البيت. المحاضرة النهاردة بصراحة علمت لنا حاجات جميلة، يعني عارفة رب أولادي كويس. واستمرارا لهذا التواصل وفي إطار حرص وزارة الداخلية على الاحتفال معهم بعيد الأم، فقد تم تنظيم احتفالية لهم بوادي الفروسية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية. شهدت حضورا من عدد من الفنانين وسط فقرات غنائية وترفيهية تفاعل معها الحضور. لما تشوف أفضل حفيد يحمو يبنو اليوم الدين، وليك يا مصر ردود لك لبلدنا مجد الأمان. الأمهات مشاركين كلهم وشاف السعادة عليهم، من جمع الحاجات دي ما كانتش بتحصل لهم خالص، كانوا عايشين في حياة تانية واتنقلوا حياة مختلفة خالص. بس احنا بنهتم بمكانهم وساكنين فين وقاعدين فين، لا احنا بنهتم بيهم وان احنا نثقفهم وننمي فكرهم. احنا بننهض بالمستوى الثقافي اللي بيجي منها جملة جيل جديد. احلى حاجة ان تيجي كلمة كل سنة طيبة امي من وزارة بحجم ووجود على الأرض وزارة زي وزارة الداخلية، لأن هي من أقرب الشخصيات للناس في الشارع. شكراً للمجهود الرائع اللي هم بيعملوه وبيبذلوه طبعاً تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني بجد أنا النهاردة مبسوطة جداً. الاحتفالية النهاردة من الخيال، أنا سعيدة جداً إن أنا في وسط كل حبايبي اللي أنا بحبهم صغيرين وكبار. كل سنة وانتوا قمر. لما تشوف أفضل حفيد يحمو يبنو اليوم الدين. احنا فرحانين النهاردة ان احنا جينا حفلة عيد الأم وجينا لماما وادونا فرصة ان احنا نقول لماما كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة. انت طيبة يعني. نقول لك كل سنة وانت طيبة وربنا يخليك لينا. طيبين ميرسي. بشكر الأمهات، والنهاردة كان في حفلة جميلة وحاجة تسعد كل أم مصرية. أقول للرئيس يشكر طبعاً إن هو مهتم بأولياء الأمور وإن هو عامل لنا حفلة جميلة أوي زي ديت. إن طبعاً الشرطة تخلي إن عيل عنده طموح، ديت حاجة كبيرة بالنسبة لنا جداً. الجديد وشمس جديدة ورايا ترف. وقد تم توزيع هدايا على الأمهات بمناسبة عيد الأم لتؤكد مبادرة كلنا واحد على نجاحها في بناء أجيال جديدة بالمناطق الحضارية الجديدة. وحرصت وزارة الداخلية على الاحتفاء بالأمهات التي لم تتمكن من حضور الاحتفالية عن طريق اصطحاب أبنائهن مع مساعدتهم على توفير هدايا عيد الأم لتقديمها إلى أمهاتهم تكريماً لهن ولعطائهن وتحملهن المسؤولية واعترافاً بفضلهم في بناء هذه الأجيال. لما تشوف أفضل حفيد يحمو يبنو اليوم الدين.
انا مبسوطه جدا اللي انا قدرت انفذ حاجه كان نفسي اعملها واجيب لماما هديه في عيد الام، وبجد مبسوطه جدا وبشكر الضباط اللي هم وقفوا معايا وهم اللي ساعدوني ان انا اعمل كده. بشكر وزاره الداخليه ان هي فرحتني وفرحت بنتي كويس جدا. خليكي قلبي. اول سنه افرح فيها دخلته عليا هو والضباط، يعني ساعدوني بصراحه. انا بصراحه ما كنتش متخيله اللي هيبقى فيهم فجاه وهم يفتكوني في عيد الام، دي حاجه كبيره قوي. شكرا لوزاره الداخليه ان هم جم وفرحونا صراحه وفرحوا قلبنا، وكل سنه وهم طيبين وربنا يكرمهم ويوفقهم. فرحانه قوي ان انا شفت الابتسامه بتاعت امي، وربنا يخلينا سياده الرئيس انا دايما فاكرها. بشكر وزاره الداخليه على دعمهم لينا وعلى وقفتهم معانا في كل حاجه، وبشكر حمزه طبعا على الهديه الجميله وعلى انه بسطني وفرحني قوي النهارده بجد. كل سنة وانتي طيبة يا أحلى أم في الدنيا.